أعلن زعيم حزب الليكود المعارض الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه في حالة فوزه في الانتخابات القادمة فإنه سيواصل محادثات السلام مع الفلسطينيين. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو القول أن محادثات السلام التي انطلقت العام الماضي على أيدي الرئيس الأمريكي جورج بوش فشلت في تحقيق أي تقدم، وإن نتنياهو ألمح إلى أنه لا ينوي قطع المفاوضات في حالة انتخابه، غير أنه قال بعد لقائه مع وفد الرباعية الدولي توني بلير في القدس اليوم الاثنين أنه سيسير قدما بالمفاوضات السياسية في حالة فوزه في الانتخابات.